يتكلموا عنه لن يكون الا اذا كانت وزاره العدل اصلا عندها رابطه. يعني لازم وزاره العدل بمحاكمها يبقى عندها رابطه الكترونيه عشان ادخل عليها. انما الرابطه الالكترونيه لوحدي هبقى برضه النقابات ببعض. اثنين، ما يتعلق بانديه نادي المحامين سواء في البحيرات في فايد او على القناه باي شكل من الاشكال، احنا جاهزين كنقابه. بس جاهزين بمعايير ثانيه خالص. تبقى فاهمين بمعايير اقتصاديه. اي مشروع هنعمله او هنبنيه لازم يبقى فيه بنفكر في العائد الذي يعود به على صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه. انا ما عنديش فلوس الان الا صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه، ده الفائض بتاعه. لو اشتريت ارض يبقى لازم الارض دي تجيب فايده اكتر من فايده البنك. ولازم لحظه بس، لا ما هو مش بالكلام، مش بالكلام. احنا بس عشان نبقى، ما احنا عندنا نادي في الاسماعيليه ما بيجيبش حاجه. لا لو سمحت، لا لا ما تردش علي ارجوك. لا 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 انا يعني ما انا ما يعني ما تطلعش حتى عشان اقدر اكمل الفكره. فاحنا بهذا المعيار انا جاهز كنقابه ان احنا نضع اي مشروع استثماري يستفيد به المحامين في المكان، واستفيد به عموم المحامين اذا جم المكان، واستفيد به صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه من عوائد هذا المشروع. وهذه القاعده يجب ان تعمم على جميع املاك النقابه على مستوى الجمهوريه، مش بس في الاسماعيليه، في كل مكان. لازم يبقى في عائد استثماري من كل اللي احنا بنيناه. لانه انا بني النقابه بنيها بملايين الجنيهات. لو انت حسبت القيمه الحقيقيه والسوقيه الأبنية بتاعت النقابة ضخمة، بس عوائدها لا شيء، عوائدها ما بتكفيش حتى مصروفاتها الإدارية وصفقاتها ولا كهربتها ولا عمالتها ولا غيره من التفاصيل. فإحنا جاهزين بالمعيار ده، وأنا كنقابة لصالح المحامين ولصالح سواء كانوا محامين في الإسماعيلية أو في السويس أو في سوهاج أو في أي مكان من أماكن الجمهورية. ما يتعلق بمشكلة مستشفيات مصر في المستشفيات الإسماعيلية، اخوانا انتوا هاتوا اي مستشفيات احنا مستعدين نتعاقد معاكم عشان ما نتعبش نفسنا. اي مستشفى انتوا شايفين انها صالحه انا هتعاقد معاكم. بس تبقوا فاهمين كويس، احنا ما عندناش اي مشكله ماليه في استرداد استحقاقات النقابه. احنا بنعمل ايه؟ لو اكتشفنا ان في حد بيسرقنا او بيغلطنا بنقول له الصبح مش هنسيبك ومش هن... مش هنسيرك. فكره الضغط بانه اصل النقابه ما دفعتش النقابه مش ما دفعتش، النقابه مسكت عليك كمستشفى او كمعهد سرقه، وانا مش هفرط في اموال المحامين تحت اي ظرف من الظروف. ما ادمنش الجمهوريه من مستشفيات انت من حقك تتعالج في اي مكان في الجمهوريه. عندك مكان في الاسماعيليه احنا جاهزين للتعاقد معاه، وانا من انصار ان يبقى في اكثر من مستشفى واكثر من مركز علشان يبقى عندنا فرصه اختيار ولا لا. الموضوع بتاع الاختلاس في الاسماعيليه ايضا ده موضوع النهارده في النيابه عليهم حوالي مليون ونص تقريبا فلوس. هم عارضين يسددوا المبلغ بدون الفايده، وانا مصمم على الفايده قبل المبلغ، لانه احنا مش هنفرط في جنيه واحد مستحق للمحامين. احنا مسكناهم في توقيت يعني الحمد لله انه جه في هذا التوقيت. فكره انه هم مطلوب القبض عليهم، انتوا اي حد فيكم يملك الابلاغ؟ انتوا محامين اهو، انا بفوض كل محامين الاسماعيليه. إذا لقوا الناس دي يقبضوا عليهم ويسلموهم لعصابة الشرطة. عايزين أكثر من كده حاجة؟ ما تكونش دعوة، ما توقفش الأمر على شخص بعينه. قانون المحاماة اللي جاي يتكلمنا النهاردة ويقول القانون أصلاً ما فيش. لا لا أستاذ محمد، ده كلام غلط. ده هذا القانون قتل دراسة من 15 من 2015. أوعى تصدق الدعاية اللي بيقولها خصومنا الانتخابيين إنه ما حدش شافه. وان احنا في جو نبيل وانه جاي في فتره الغيبه وانه جاي بقى له 6 شهور، هذا كلام صحيح. القانون ده شغالين فيه من 2015 شغالين فيه. وقدم للبرلمان في 2015 ورجع باعتراض من مجلس الدوله لانه شاف فيه الحصرات اللي موجوده، احنا اصرنا ان احنا نسحبه علشان ما يتمش تعديل النصوص اللي فيه. لما وجدنا التوقيت المناسب اتناقش، وبقى له كان سنتين دلوقتي في البرلمان، كان سنتين انما حصلت انتفاضه الخصومه بيقولوا لا القانون ده ما ينفعش لان القانون ده عايز يمد النقيب المحامين او بس. هو ده نهايه القضيه الاصليه في الموضوع، وهو ده اساس الموضوع، اساس التصدي للقانون. لكن انتوا شفتوا النصوص اللي موجوده فيه كلها نصوص نافعه نفعا محض، ما فيش فصال فيها. وانا بقول انه هذه التعديلات غير مسبوقه في اي قانون للمحاماه قبل هذا التاريخ.
غير مسبوقه في تاريخ المحاماه. وانا بقول انه في ميلادين لنقابه المحامين، ميلاد النقابه في 2012 بقانون اصدارها، والميلاد الجديد بالحصانات والحمايات اللي احنا كرسناها في هذا القانون بما فيها الماده 187، بما فيها الملاحظات اللي حضرتك بكلمته اتكلموا على انه انت بعد ما تكسب القضيه مش هتعرف تجيب 75 جنيه للمؤكل بتاعك، زعلان. طب ما اللي انت دفعته صندوق الاضاءه، اللي انت دفعته صندوق الاضاءه عملت فيه ايه؟ اشمعنى فلوس المحامين؟ انا مش فاهم ليه هذا يعني هذا الاسترخاص لفلوسكم. انت ملزم انك تجيب فلوس المحامين لرقبتك، لان انت في النهايه انت المستفيد منها. انا بقول لك ما تقوليش قصدي انت لو جبت لي دمغه محاماه حطيتها مكان لا لو جبنا دمغه ضاعت على فكره، ضاعت، ما الدمغه اتزورت. الدمغه اتزورت والدمغه عليها ايضا 5% وما يخصص لاقلام الكتاب ده في قانون المحاماه في الماده 188، ارجعوا الماده 188 المحاماه بتتكلم ان اقلام الكتاب بتاخد 5% نظير لصالح المحامين، احنا ما عملناش بدعه. لكن في النهايه المختص اصلا باستلام هذه المبالغ يبقى القانون هي اقلام الكتاب، اقلام كتاب المحاكم. احنا اصحاب مصلحه في ان نخلق حافز لدى هؤلاء الموظفين علشان يبقوا حريصين ما يفوتوش الحصان. عارفين حضراتكم لو كنا لغينا ده وما عملناش هذا الحافز كان ممكن ما يحصلش، ويجري وراهم بقى في المحاكم وادفع ببطلان المحكمه، والمحامين هتتواطى على هذا الموضوع وهتتساهل ان انا مش هدفع حاجه. وهتضيع حقوق المواطنين. وبعدين في النهايه في جميع الاحوال الموكل بيدفع كل الرسوم. الموكل اللي بيدفعه. فيعني مش عايزين نتباكى على قضايا وهميه ونعلق مصالحنا على دعايات بسيطه. ما لهاش قيمه حقيقيه وما لهاش جدوى. العائد المردود اللي في النهايه هيعود على المحامين وصندوق رعايه الصحيه والاجتماعيه للمحامين اكبر كثيرا من كل التفاهات المتعلقه بقيمه كل مبلغ. انتوا كل واحد فيكم هو كل اللي رفع القضيه يكسبها، ثم انت خسرت افرض نص اللي رفع القضيه بيخسروا خلاص دول دفعوا اللي عليهم. النص الثاني زعلانين ان هم مش هيقدروا يحصلوا حاجه، لا ما يقدروش، ما تحصلها، ما تروح تجري وراها لصالح موكلك اذا كنت عايز، ما ينفعش خلاص، مش عايز خلاص. انما انا عايز كمان نقابه المحامين تردها لك، عايز نقابه المحامين تدفعها لك، عايز نقابه المحامين تعفيك منها، لا مش هنعفي حتى. وبالتالي احنا مصممين على كل الاليات اللي احنا كرسناها في اعمال تحصيل افعال الناس. الحقيقه موضوع احداث الاسماعيليه بس علشان في فتنه في الموضوع، احنا بنعاني من فتنه العمل النقابي، بمعنى انه الاحداث دي في قسم الشرطه في مركز الشرطه كان فيها النقابه الفرعيه والنقابه العامه. هو النقابه العامه دي مش عضو فيها ابراهيم عبد الرحيم النقيب بتاعكم السابق؟ كان بيمثل النقابه العامه وهو موجود. اثنين احنا كنا في تواصل مع وزاره الداخليه. ثلاثه انا كنت ضد اي تصالح او تنازل على حق من حقوق المحامين الا بثمن. الثمن ده انه يبقى فيه اجراء قانوني ما. اللي حصل انه قالوا لنا لا ده احنا اللي خدنا حقنا واحنا اللي طلبنا واحنا اللي كسرنا واحنا اللي عملنا كل حاجه وخدنا حقنا. يبقى انا مطلوب مني ايه كان طبعا اذا كنا خدنا حقنا وكسرناهم زي ما اتقال ووعد مدير الامن انه ياخد اجراءات قانونيه او غير او حتى ما وعدش ودمت خدت حقك عايز ايه من نقابه المحامين؟ ده امر في بس خلوا بالكم من حاجه مهمه. ده انا عايزين نراجع بس يا استاذ صافي عايزين نراجع حاجه مهمه يا اخوانا خلوا بالكم. هي نقابه المحامين هتفضل ورا كل محامي يقدم بلاغ ضد جاره او جارته وراح طالب النجده فنقابه المحامين تروح مع النجده علشان تشوف مشكله المحامي؟ هي دي نقابه المحامين؟ هو ده عمل نقابه المحامين؟ لا مش عمل نقابه المحامين. ولازم الناس تفرق بين العمل المهني الحقيقي والعمل الشخصي. وبعدين احنا واحنا بنتكلم على حمايه المحامي اثناء عمله من كيد الخصوم اللي هو بتاعنا كل عمل، انما انا بطرف شخصي في الموضوع لازم نفرق يا اخوانا. احنا مش طالبين، احنا مش بنميز المحامين عن عموم المواطنين، لا هو الناس بتتساوى. والمحامي مش صاحب الحق مش ضروري ياخد حق مش حقه.
وما نقدرش نساعد حد على انه يبتزئ او يخطف حق مش حقه مش مستحق له. يعني المحاماه بقيمه كليه ما تتجزاش، انت بتدافع عن حقوق الناس، فلازم نبقى منصفين ايضا في التعامل مع الموضوع، ولازم ندرك ايضا نفرق بين اللي بيجرجرونا في معارك وهميه علشان يدخلونا في متاهه ويدفعونا ثمن احنا مش عايزين ندفعه. هو اللي عمل اللي بيروح قسم الشرطه بلاش حاسب اللي بيروح قسم الشرطه ولابس جلابيه او لابس شرشه ومعاه جوز اخته متهم في قضيه مخدرات وعايز يجيب له سندوتش ويتخانق مع ضابط المباحث ويضرب ضابط المباحث وضابط المباحث يضربه، فين المحاماه؟ انت عايز نقابه المحامين تبقى طرف في المعركه دي؟ لكن احنا للاسف بنبقى طرف، لا احنا بنبقى طرف في اقل من دي وبنتجرجر في اقل من دي. احنا اصلا كل القضايا الشهيره اللي كان فيها اطراف تم الاعتداء فيها على محامين او اصيب فيها محامين سببها ان في حد كان هربان بيتم القبض عليه والمحامي بيتصدى له او محامي واقف بيدافع عنه. هذا السلوك اللي احنا بنقول عليه لا، احنا كنقابه مش مسؤولين عنه، وما يصحش نحاسب النقابه عليها، وما ينفعش تدفع النقابه فاتوره التقصير في تتبع هذا الامر. يعني ايه؟ انا اقدر امنعه ازاي؟ انا ما اقدرش امنع ده، انا ما اقدرش امنع تداعي. وانا دايما اقول يا اخوانا المحامين لازم تبقى على مستوى من الذكاء. انت ما تدخلش تتعارك في مكان انت مش صاحبه وتلعب بقواعد خصومك. لما تدخل اسم الشرطه وتستخدم القوه انت خسران من رقم واحد. انت علاقتك بالموضوع ورقه وقلم، حق ما عرفتش تاخد حقك ترجع تنسحب تاخد البلاغ من النيابه المختصه، تاخد البلاغ من مدير الامن المختص، اللي تستدعي النقابه تخطر النقابه، انما مش تخش تتعارك وتضرب وتضرب وفي الاخر هو محاماه وعلى ويبدا الفيس يشعل الامر واين نقابه المحامين وفين نقابه المحامين ونقابه المحامين راحت نقابه المحامين ما راحتش. هذا امر في غايه الاهميه، احنا بنمرق كل يوم وكل يوم في مشكله غير موضوعيه ونقابه المحامين بتصدق مشكلات مش بتاعتها، احنا بندفع فوازير مش بتاعتها. هو زميلنا وابننا اللي ضرب القاضي بالجزمه ده اداء مهني؟ ده له علاقه بالمهنيه؟ ملوش علاقه بالمهنيه، هي غلط لكن ناخدها بحجمها. لو احنا قلنا للعالم احنا بنتضامن معاه لما ضرب القاضي بالجزمه يبقى احنا بندي مبرر لغيرنا انه ينتقم مننا وتشرح فينا، وده امر انا ما اقبلوش. انا كنقيب ما اقدرش اقول انا بوجيز هذا الامر، ما اقدرش اقول ان ده صح، ما اقدرش اقول ان ده ما حق من حقوق المحاماه، ده مش حق من حقوق المحاماه. احنا بنستنكر ده ضد اي واحد، مش بس ضد القاضي، ضد المحامي، ضد الفراش، ضد العامل. ضرب الجزمه ده امر مهين دينيا وشرعيا واخلاقيا وبكل المعايير ممنوع ان احنا نجيزه. ما ينفعش تتجرجر نقابه المحامين ويجي واحد يقول لك اكتب على الفيس اين هي الحصانه التي اودعت للمحامين في قانون المحاماه لموضوع الجزمه ده؟ حصانه ايه؟ هي ده ينفع؟ هو ده ينفع احنا نكرس بيه اخطائنا؟ لا، احنا لازم نبقى موضوعيين ولازم نبقى منصفين ولازم نبقى عندنا قدره على ان احنا نفرز الصح والخطا. وانا عايز اقول انه المحامي اللي هيجرجر النقابه في معارك وهميه ويدخلنا في متاهه ويخسر المحامين ويخسرنا في سمعتنا امام الراي ده لازم يتحاسب. يا اخوانا انا غير راضي اصلا، انا هرجع تاني لاحداث الاسماعيليه، انا غير راضي على التعريض الذي تم في البدايه. المحامين ماتت، المحامين اتكسرت، المحامين اهينت ومحاماه. بعد كده احنا كسرنا القضاء، احنا كسرنا الضباط، احنا ضربناهم، احنا عملنا ده غلط. ما ينفعش اصلا تشهر بنفسك حتى لو ده حدث، انك تقول انا اتضربت او انك تقول انا اتكسرت. وما ينفعش حتى بعد ما تخطئ اذا كنت خدت حقك بايدك انك تقول انا ضربت وانا كسرت. ما ينفعش ان احنا نشهر بانفسنا ولا ان احنا نعرض بانفسنا ولا ايضا نعرض بالاخرين. مين قال ان انت تقبل انه يطلع ضابط يقول احنا ضربنا المحامين وكسرناهم بالجزم؟ ما تقبلش، ولا الضباط هتقبل هذا الكلام، وده هيبقى يعمل اثر عكسي. يعني لو حدثت بكره مشكله في الاسماعيليه انا بقول لحضراتكم لا، مش هتجدوا من يساندني، لا انا مش هتجدوا من حتى ياخدوا الاجراءات، هنتخموا مننا. ليه؟ طب ليه نعمل كده؟ ليه نشهر بالاخرين؟ خدت حقك اسكت، ما دام خدت حقك ومتاح اسكت.
ما خدتش حقك امشي ورا حقك بقى، ما تتنزلش وتتصالح وما تقولش انا تصالح، وامشي بالاجراءات القانونيه ولغايه ما تاخد حقك. وفي النهايه اللي بيستمر في الاجراءات القانونيه قبل اخطاء الضباط او القضاه بيفضلوا يبوسوا على ايديه علشان يتنازل عن شكواه، وده امر سواء في الشرطه او في القضاء بناخد حقنا لو احنا استمرينا بالاجراء صحيح وكنا ايضا على حق الموضوع الاجراءات القانونيه ده في لجنه موجوده انت مش قاعد فيها ليه؟ انت المفروض اللجنه اصلا بتحط تصور المشروع، وامبارح كنا في اللجنه انا مش شفتكش، انا كنت حاضر ومش شفتكش انت قاعد على البحر جاي دلوقتي تقابلني تقول لي فين قانون الاجراءات القانونيه. في لجنه خاصه كل ده اتفضل اتفضل حضر الامر قالوا تتعاقب يعني تتواصل معاها لان في تفصيلات يعني مش عايزين نضيع الوقت. احنا كنقابه مع قانون الاجراءات القانونيه الجديد. المعاش اخوانا بس انتوا يا اما عايزين ضوابط حقيقيه يا اما عايزيننا نفرق فلوس المحامين. احنا بدانا نضع ضوابط اشتغال. احنا بدانا نضع ضوابط اشتغال من 2013 لما قلنا في 16 اثبتوا لنا الاشتغال من 13 خرج فيها 200,000 لغايه 13. ولو كنا دققنا على قبل 13 كان خرج رقم موجود. لما تيجي النهارده تقول لي ده اللي قعد 40 سنه المحاماه ومعاك 40 وفجاه انت عايز تقول له ياخد المعاش بتاعه من غير ما يقدم اي حاجه لانه توفى ولانه اسرته ما تقدرش تقول، اقول لك لا حرام عليك. ده انا مش مرخص في هذا الامر، انا مش متاكد عمليا وبانه في اداء. انا دي شروط احنا وضعينها، ده القانون هو اللي بيلزم انك تقدم ادله الاشتغال. دي واحد. اثنين، احنا اختزهلنا وقلنا يا سيدي اللي ما معهوش توكيل يجيب محضر الجلسه، اللي ما عندوش محضر جلسه يجيب حكم، اللي ما عندوش حكم يجيب يجيب محاسبته الضريبيه. ده لحظه، لو جالي واحد اصلا كان موجود في الكويت من 40 سنه وجي قال لك انا وتوفى واسرته قالت لك احنا ما عندناش دليل، اصرف له. طيب ايه الفرق؟ ايه الميزه اللي انا تخليني ادي لده وما اديش لده؟ لازم يبقى في سبب قانوني واحد، قاعده واحده. القاعده دي انا قلت لك توكيل، محضر الجلسه، الحكم، ملف المحاسبه الضريبيه اذا كان عنده اجنده المكتب، اذا كان عنده اجنده المكتب. انما لو عنده اجنده مكتب ولا عنده محضر جلسه ولا عنده توكيل ولا عنده ضرائب وجاي تقول لي هو كان شغال محامي، هو ده مش هقدر اعمل. لما يبقى في سنه، لا لما يبقى في سنه ساقطه، سنتين ساقطين، النقابه تتدخل وتقول احنا بنشهد، لكن انا ما اقدرش اخد شهاده نقابه 40 سنه واحسب اشتغال 40 سنه. ده يبقى تبديد لاموال المحامين، لانه خلوا بالكم اللي ما بيشتغلوش مش بس الجداد، لا احنا عندنا تراكم من الناس اللي ما بتشتغلش معاها كانت متشاله في الثلاجه ما عندهاش مشاكل خالص، ما حدش جه ناحيتها. دول لما يتوفوا نديهم ميزه، يعني انا ادي له ميزه واحسب له كل ال 40 سنه واجي حاسب المحامي المشتغل اقول له السنه دي سقطت والسنه دي ما سقطتش عشان محضر جلسه وعشان توكيل، لا القاعده واحده. ولازم يبقى في معيار واحد لتطبيقه على كل الحالات التي يمكن ان تقدم علشان تاخد منك فلوس. انا مش مرخص لي في نقابه المحامين ان انا اسلم فلوس المحامين من غير ما يبقى في تاكيد وفي ضمان وفي مراجعه، ان انا الجهاز المركزي بيراجعني. الجهاز المركزي بيقول لي ده اشتغل وده ما اشتغلش، ده ما قدمش وده قدم، اديت ده ليه وما اديتش ده ليه. المحكمه نفسها بتحكم باللي ما قدمش دليل اشتغال انه مش مستحق للمعاش.
قلنا فيما يتعلق بالمفروض عليهم. لا خلينا الاول في المسائل المهنيه. القطاع العلاجيه بعد عدد المرضى. حد قال اظن حضرتك قلت انه ليه اللي اتعمل له اعاده قيد كان مسافر بره او ما كانش بيشتغل تحرمه 3 سنين. طب وليه اديله 50,000 جنيه عشان عمل اعاده قيد ودفع لي 5,000 جنيه؟ قبل ما اتاكد ان هو اشتغل بالمحاماه. ايهما اكثر ضمانه باموال المحامين؟ ان انا افرقها مباشره ولا اضع فيها ده؟ انا محامي تحت التمرين ما بديلوش العلاج الا لما ابقى في لما يبقى جاي سائق واخد زوال او كان مسافر او جه قرر انه يشتغل اديله علاج من اول يوم يبقى حرام. ده نوع من انواع التحوط للحفاظ على اموال المحامين فيها التثبت من انه ناوي يشتغل او اشتغل خلاص هيبقى هتمتع بما تتمتع به او يتمتع به كل المحامين المشتغلين من مزايا ملف الاسكان. انا مستغرب الحقيقه بنتكلمنا عن الاسكان. احنا عملنا من سنه اعلان قد كده في الجرايد وفي غرف المحامين وفي كل الدنيا انه بالتعاون مع وزاره الاسكان في اسكان مدعوم في المحافظات التاليه 1 2 3 وكان منهم الاسماعيليه. وكان عندنا 10,000 وحده بسعر المتر كامله التشطيب 2200 جنيه 2300 جنيه. في ايه؟ 3500 محامي اشترك ودفعوا واستلموا ورجع للوزاره 7,000 وحده او 6,000 وحده فقدناها. احنا كنا بندور على المحامين. هو هي خلنا كل واحد بينزنق يفكر في الشقه النهارده عايز نعيد المشروع من اول وجديد. طب كنت فين لما اعلنا؟ هذا الاعلان كان موجود لكل المحامين. وهنتواصل تاني مع وزاره الاسكان وهنجيب تاني وحدات وهنجيب تاني ونعلم بيها على صدر المحامين. بس ارجوكم ركزوا فيما يمكن ان يحقق لكم مصالح. ما تفوتوش لانه خساره اللي بيفوت صعب انه يرجع. يعني الشروط اللي احنا خدنا بيها الاسكان اللي فات بالسعر اللي احنا عرضناه للمحامين لا يمكن تعويضه تاني. يعني لا يمكن ان يعوض ولا يمكن ان نعيده بذات الميزه وبذات الاسعار اللي احنا طبعا الاسعار تضاعفت مش زادت. الامر اللي يتعلق بتفريق حقوق المحامين والمحاماه والمقبوط عليهم والسياسيه وغير السياسيه الموضوع اللي كان فيه بوضوح كده وشكل مفتح. انا هرجعكم شويه ايام ما انا كنت ماسك مجلس الحريات. ودي تحديدا كانت في الثمانينات. كان رموز المحامين بيطلع نبيل الهلالي وزكي مراد وصبر المبدا رموز المحامين ومختار نوح وكثير من قيادات المحامين دخلت وخرجت. دول وهم بيمارسوا العمل السياسي بيبقى عندهم قضيه هم مؤمنين بيها. لازم يبقى حاطط في دماغه ان هو وهو كمان حاطط في دماغه ندفع فاتوره. انا لما قبض عليا تم التحفظ عليا في اكتوبر في سبتمبر 81 ما زعلتش من النقاب. لانه انا كنت معتقد بفكره معينه وبوجهه نظر معينه انا بدفع فاتورتها. ما ينفعش تبقى انا بعمل مناضل وعايز اعمل مش عارف ايه وفي الاخر لما تحبس اصرخ. لا دي فاتوره. هو اللي بياخد ايه اللي بنظام الحكم ده؟ لو حكم هيعفي حد هيرحم حد؟ طب انت مش عايز حد يدافع عن نفسه؟ مش عايز النظام يدفع الامر في انه يتوقعه؟ هو لو حسني مبارك ده تمكن من 25 يناير كان هيسيب حد؟ انت سبته بعد ما مسكت حكم انت مربطته اخذته المحكمه ومربطته وحبسته هو واولاده مش حصل؟ اذا كل واحد في العمل العام في فاتوره عامه ما ينفعش نربطها
نربطها بقيمة المحاماة، لا ملهاش دعوة، ملهاش دعوة، لأن في النهاية مش كل المحامين بتتحاسب هذا الحساب. ده مش معناه إن النقابة تتراجع عن دورها في مساندة المحامي في الدفاع عن نفسه. مش بس المحامي، المحامي والمواطن. إحنا ملتزمين إن إحنا ندافع عن كل الأطراف ونكفل لها حقها في الدفاع كاملا. اللي اتعذب لازم نكشف تعذيبه ونعاقب من عذابه سواء كان مذنب أو مش مذنب. يعني لو هو مرتكب جناية ومعترف بيها ما يجوزش تعذيبه. محدش يقبل هذا الأمر. ما نسيبوش في المحكمة، ما نسيبوش مقبوض عليه بغير سبب، ما نسيبوش. لازم ناخد الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقوقه من غير ما نعلق ده برقبة النقابة ونعتبر إن النقابة مقصرة في إنها سابت المحامين تتحبس. النقابة إزاي سابت المحامين تتحبس؟ النقابة دي خدت رأينا في موقفها السياسي. هي الناس دي قالت نقابة المحامين أنا نازل أعمل مظاهرة عشان أقلب نظام الحكم أو علشان أعمل كذا أو عشان أشيل السيسي وإحنا وافقنا له وسبناه. لا، ما خدش رأينا. أنت ما خدتش رأي النقابة في الإجراء اللي أنت عملته. ومع ذلك إحنا مش هنتخلى عنك، لكن ما تربطش ده بإن نقابة المحامين مسؤولة عن إن المحامين ما تتحبسش. مسؤولة عن إن المحامين ما تقبضش عليها. لا، أنا مين قال كده؟ ده بيتقبض على أوضاع وبيتقبض على ضباط وبيتقبض على ده ما تقبض على رئيس أركان الجيش. في إيه؟ يعني في فيما يتعلق بالصراع على السلطة والحديث عنها لها قواعد وأحكام. أنت دي قواعد لعبة، أنت لازم تبقى مدركها كويس. لما بتدخل تلعب ملاكمة يبقى أنت عارف إنك هتضرب وتتضرب. ما تزعلش لما تتضرب لأنك داخل تلعب ملاكمة. إنما أنت بتتكلم في 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 بتقول وجهة نظرك قاعد في نادي في ندوة في بتكتب مقالة مش عارف إيه، ده أمر مختلف خالص، مختلف. ده لو ملوش علاقة بالفعل اللي ممكن يبقى منسوب لنقابة المحامين أو لغير نقابة المحامين. إحنا في نقابة المحامين موقفنا قلنا واضح، إحنا ضد الانقلابات وضد قلب نظام الحكم وضد هذا الأمر، لكن كمان مع حق الناس في التعبير السلمي، مع حق الناس في التعبير المحترم، مع حق الناس في محاكمة عادلة. ده كله إحنا لازم نضمنه بشفافية وأيضا بثقة في النفس، مش بانهزام، مش بتراجع. وإحنا لما قلنا في موقف النيابة لما منعت دخول محكمة زينهم للمحامين أو عطلت دخولهم لغاية ما قلنا لهم إن إحنا هننسحب، دخلوا المحامين. بس تاني يوم دخلوهم برضه بس متأخر شوية. قال إن إحنا حاكمنا أو حققنا مع ألف حضر معهم حميم ودفاع. أصبح الآن مفيش حد يحاكم حد أو يحقق مع حد مش معهم حد. وإحنا ضمنين ده، بس ضمنينه بموضوعية، ضمنينه أيضا باستحقاقه، لأن دي بس دي مش قضية. يعني أنا ماليش دعوة بفكرك وماليش دعوة بوجهة نظرك وماليش دعوة بالاتهام الموجه إليك، لكن أنا ليا دعوة بالضمان اللي تحقق في تحقيق سليم وشفاف يؤدي بك انك تاخد حقك تدخل القانون. ده اللي احنا نضمنه. اكتر من كده يبقى تزيف، اكتر من كده يبقى احنا بنضيع بنهلك المحاماه. اهم من اللي انا قلته ده كله، اللي الناس دي بقى بتاخدوا بالكم حضراتكم من ايه؟ احنا عملنا قانون في حصانات في حمايات، بس النقابه مش هتوقف معاك النقيب في كل محكمه في كل اجراء هتقف معاك. انت محامي، انت مهمتك تجيب حقوق الناس، انت مهمتك تدافع عن حقوق الناس. طب انت لو قصرت ومعرفتش تجيب حق موكلك، ذنب القانون ولا ذنبك انت؟ ذنبك انت لما تقصر في الدعوة. هي مش في كثير من الدعوة تسقط لأسباب شكلية، لأن المحامي ما عملش الإجراء في الميعاد، ما استأنفش في الميعاد، ما دفعش الدفع اللي مش من النظام العام فيه قبل في الميعاد. لما نتيجة ده معناه ايه؟ التقصير هنا سببه القانون ولا سببه المحامي اللي احنا جبنا لكم القانون؟ حافظوا عليه وحافظوا على نفسكم بيه واحموا نفسكم بيه، تمسكوا بيه. واحد بيقول لي انت المفروض تبعت للنيابات والاقسام تقول انه لا يجوز القبض على المحامي تبقى المدى دون ما ينفعش القانون كده. القانون مش بعت بيه بيان لحد، انت اللي بتطبق القانون وانت اللي بتدافع عن نفسك فيه وانت اللي بتتمسك بيه وانت اللي بتدفع فيه في الوقت المناسب وبالاجراء المناسب. اذا اخفقت مره مش معنى كده انك هتخفق المره الثانيه، تتمسك في الثانيه والثالثه لغايه ما تاخد حقك. في النهايه محامي يجي يقول لي اصلا انا وكيل النيابه مش عايز يقابلني، طب ما في محامي عام ما تروح له، في رئيس نيابه ما تروح له،
في محامي عام اول الاستئناف ما تروح له. انت مستني النيابه نقابه المحامين تاخدك من ايدك وتطلع بيك رئيس النيابه، تطلع بيك للمحامي العام وتطلع بيك للنائب العام. ممكن تصبر شويه؟ اذا هي قضيه انه المحامين لازم تبقى فاهمه كويس انها هي مسؤوله عن حمايه نفسها بالقانون وبادوات صحيحه وبإيراد صحيح. النقابه في ظهرك، بس في ظهرك لما تحجز انت عن انك تؤدي دورك، وتحجز انت عن انك تؤدي مسؤولياتك او استحقاقاتك اللي في القانون الزمك. اعتقد انه يعني تقريبا رقم ايه؟ لقب لا يا اخوانا لا لو سمحت، احنا تاريخيا لقبنا استاذ، انا استاذ محامي، وانا على فكره اللي يقول لي يا سعاده المستشار بتضايق منه، انا مش هبقى مستشار، مش عايز ابقى مستشار، ومش همشي مستشار. شكرا معانا طيب على اللقاء.